السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم يا شباب؟ وش اخبار جو؟ شلونكم؟ المهم يا عيال، ابي حل مشكلتي. انا عندي راوتر 4G، اوكي، وما عندي تغطية 4G، حطيت 3G معي، اوكي. لا جيت اسوي تيست بالاتصال، راجل كذا نوت تايب 2، اوكي كويس. داونلود 1 ميجا والكونكشن سبيد 457.5 كيلو بايت في الثانية، بس المشكلة الثانية انه يطلع زي كذا نوت تايب ستريك. اوكي ليش ستريك؟ تقول لا صار نوت تايب 2، حاولنا نوت تايب 2 يصير اوبن وما ادري شلون، انا 2 ولا صار اوبن. في طريقة هي اللي سويتها انا، اللي بنت الكونكشن سبيد و داونلود والكونكشن ما يطلع لي، يطلع لي تايب 2 بس ما يطلع، فهمت علي؟ ويصير اوبن بس ما يطلع لي، ما اقدر امسك وسط. بالله بحل سريع سريع، واللي ما فهم عيال او عنده حل زي في سكايبي ولا درفها احطها بالدسكريبشن ان شاء الله، وان شاء الله يكون حلين ان شاء الله، او واحد في حاسه. يلا مع السلامه.